أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم أن قوات الأمن الوطني بمدنين تمكنت ليلة البارح من إيقاف عريف ما كانش في حالة مباشرة لوظيفته، وبتفتيش السيارة تم العثور على مبلغ كبير من العملة صعبة. أضاف نفس البلاغ أنه تم تطبيق القانون والاحتفاظ بهم الزوز وأعلام النيابة. وفي نفس السياق، ألقت الوحدات الأمنية بتوزر البارح القبض على شخص في سيارة إدارية تابعة لإدارة المركز الوطني للتكوين المستمر بتونس، واستغلها في تهريب كمية كبيرة من السجائر. وأوضح رئيس فرقة الأمن السياحي بتوزر أنه على أثر القيام بدورية مراقبة ليلية تم الاشتباه في سيارة إدارية سارعت الوحدات الأمنية بإيقافها، وبعد تفتيشها تم العثور على 2960 علبة سجائر تقدر قيمتها المادية بأكثر من 3000 دينار.